والعطاء والحب والقوة في شخصيتيهم ليؤسسا بهذه الصفات. وليس هذا الهدف هو النجاح والربح الشخصية فحسب، بل كان الهدف وطنيا استثماريا اقتصاديا من الدرجة الأولى. استثمارات الشركة من 10 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، وعكفت الشركة على فتح أسواق جديدة، فشرعت في اقتحام الساحل الشمالي بمشروعين. العديد من المستثمرين من الأشقاء العرب.